الخير وحلقة جديدة في دائرة الضوء على النهار اليوم. بعتذر لحضراتكم على النص ساعة تأخير، بس طبعا أنا هقول بقى اللي يرضيني من ربنا، واللي عايز يزعل يزعل. يعني احنا مشكلتنا ان احنا معانا عربية اللي بتاعت الاستوديو دي من مدينة الانتاج، العربية تبع مدينة الانتاج، ومدينة الانتاج يبدو انه كان مولد وصاحبه غايب، ولو ان بعد وجود السيد اسامه هيكل رئيسا لهذه المدينه بعتقد ان الامور هتتغير تغيير جذري، لان هذا الرجل يعني طول عمره ما يعرفش الا النجاح. انما العربيه نتيجه ان ما فيش حد ملتزم، ما فيش حد عايز يشتغل شغله دلوقتي في مصر، ما حدش بيحترم فكره الاداره. انا النهارده طالع هوا الساعه 7، المفروض اكون موجود الساعه 6 من قبلها بساعه على الاقل، عشان لو طلع عطله عندي، طلع عندي كابل زي ما حصل لكلب كابل ما اعرفش كلب كاله ولا اي حاجه حصلت، كان المفروض يعرفوا من قبلها بساعه. انما هو ده الاداره بقى لا بالتسهيل، والاداره بالاي حاجه، وبالاداره اي كل حاجه ايه، كل واحد جاي ما فيش فكره ان حد عايز يشتغل شغله. عشان كده اتاخرنا على حضراتكم نص ساعه، انا بعتذر جدا على نص ساعه. المفروض ان ده ما يحصلش في مدينه الانتاج الاعلامي، مدينه الانتاج الاعلامي اللي هي انا بعتقد ان المدينه دي كان المفروض ان ديت تنافس اي حته في الدنيا، المدينه ديت بالامكانيات اللي فيها، على فكره الامكانيات البشريه اللي فيها. انما ابحث عن الاداره تجدها وراء كل نجاح وخلف كل فشل. انا بعتقد ان السنين اللي فاتت دي لم تكن هناك اداره، وعشان كده الناس نامت وراحت، وربما ان هم مثلا يكونوا سابوا الدنيا دي كلها. انما انا بننتظر جميعا ان الدنيا تقوم يعني على ايد السيد اسامه هيكل بعد ما مسك هذه المدينه. ان حرام المدينه دي ملك هذا الشعب، حرام بالامكانيات دي كده يبقى فيها هذا يعني الفوضى اللي موجوده دي، فوضى زي اللي في الشارع. النهارده حلقه النهارده بس احنا كان الواحد طبعا كنا محضرين تقرير مهم جدا جدا جدا. فكره التقرير كانت عن امبارح، عن امبارح ده يوم اللي هو 15 اغسطس، ده يوم مهم جدا جدا جدا. 15 اغسطس ده اليوم اللي اتقفل فيه، اللي البنوك المصريه قفلت باب الكتاب في شهادات استثمار قناه السويس الجديده. احنا بنتكلم على 7 ايام، في السبع ايام اتعمل 61 مليار جنيه، 61 مليار جنيه. انا كنا حاضرين بقى ليه حصل ده، ليه، ايه الحكايه، ايه الموضوع. خلي بال حضراتكم ان مفيش حد من النخبه، مفيش حد من النشطاء، مفيش حد من اللي احنا دوشين دماغنا كل شويه، كلهم كانوا واقفين بيترقبوا بحذر شديد جدا، وبيترقبوا فشل هذا الموضوع، وبيترقبوا فشل هذه الدعوه. الدعوه دي اللي عملها الرئيس السيسي، هو اللي قال هذا الكلام، هو اللي قال هنعمل شهاده استثمار، وقال للناس ان الشعب هو اللي هيستثمر، وكلمتين قالهم ورجلوا وسكت. هم كانوا قاعدين لابدين في الدوره، ما فيش اي قوه اقتصاديه، خبراء الاقتصاد اللي بنشوفهم اللي هم احسن ناس يقعدوا في المؤتمرات في الفنادق والغداء والشرب والاكل وكده، وخلصنا على كده، ما حدش فتى في الموضوع. وبعدين لما طرحت الفكره الاخوان المسلمين قال لك ده ربا، وطلع اقتصاديين بتوع جنرالات الاقتصاد اللي بتوع القهاوي دول طلعوا قال لك ده هذا الموضوع هياخد الفلوس كلها ويضعها مش عارف في ايه، طب هيتبقى ايه استثمار الشعب؟ ايه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ ايه العلاقه اللي بين الرئيس وبين الشعب؟ اللي حصل ده دليل على حاجه واحده. نخلي بالنا، وانا هربط بين تاريخين وهسيب الموضوع ده لبكره اللي احنا عاملين عليه تقرير مهم جدا. لو تفتكروا، لو حضراتكم تفتكروا خلاص مش هناخده النهارده عشان ضيعتوا لنا اليوم. 24 يوليو 2013 و 15 اغسطس 2014، سنه الا بضعه ايام. 24 يوليو ده اللي طلع فيه ساعتها المشير السيسي وزير الدفاع المصري، وقال للشعب انا بترجاكم تنزلوا بكره او تنزلوا عشان هنعمل الكلام ده، كان في رمضان، عشان تدوا للجيش وللشرطه التأييد علشان مكافحة الإرهاب. طلب كل خبراء الأوانطة اللي عندنا دول كلهم قال لك ولا حد هينزل ولا حد هينزل الكلام ده. قالوا بعد يومين اتنين حصل، كان اللي بنتحدد ل 26 يوليو نزل كام؟ قرب ال 40 مليون. البعض قال لك ده معلش ده كانت صدفة، ده ضربة حظ، ده ضربة كذا، ده ضربة كذا. اللي حصل يوم 24 اترد عليه يوم 15 بال 61 مليار، هنالك علاقة ما بين ال 40 مليون اللي نزلوا وال 61 مليار،
ده بيبين لك ان السيسي شعبته بالزيت، وان كل الخبراء اللي عندنا واللي قاعدين متغاظين واللي قاعدين كلوا شفايفهم واسنانهم اتقرضت وضوافرهم وكل صوابعهم كمان من الغيظ يموتوا بغيظهم. لا، ده انت عندك فعلا زعيم شعب بيحبه وشعب بيثق فيه. الفكره مش الحب بس، بيثق فيه. ده احنا بنتكلم على سنه، السنه دي حصل حاجات فيها هفكر حضراتكم بيها ان شاء الله اذا اراد ربنا وكان لنا عمر بكره ان شاء الله. كنا النهارده هنتكلم فيها بس الوقت اللي خدنا ده. بس انا هروح النهارده لتقرير زميلتي ماهي سعيد نزلت عملت تقرير في الشارع، لان احنا كان عندنا ناس اللي هم اللي قالنا كام يوم كده الامعاء الخاويه والناس بتضرب على الطعام وبتاع، دول كلهم 20 30 واحد 40 واي حد اي عدد يعني اللي بيتكلموا علشان ان لازم اسقاط قانون التظاهر. القانون اولا اسمه قانون حق التظاهر، يعني هو عاملين قانون زي ما اي حته في الدنيا. احنا هنفترض مع الحضرات المعتصمين والمضربين عن الطعام ان القانون كله غلط، هنفترض ان القانون كله غلط. السؤال دلوقتي، هل يجوز في الوقت اللي فيه كل يوم النهارده اربعه، النهارده خمسه شهداء من الشرطه، النهارده خمسه شهداء من الشرطه، الشرطه تقريبا كل يوم قدام اتنين تلاته شهداء من الشرطه النهارده. هل يجوز النهارده في وسط الارهاب ده كله ان انا اتكلم في تظاهر ومنع تظاهر والكلام ده كله؟ ما احنا جاي مجلس الشعب بيتغير اللي يتعدل بالكلام ده كله. انما ايه المساله؟ فكره ان انا عايز اعمل اعتصام وعايز اعمل اضراب عن الطعام، هو ده هل ده المطلب الاهم؟ هو ده السؤال اللي طرحناه النهارده على اهالينا، قطاعات مختلفه من اهالينا اللي هم دول الشعب المصري، اللي هم دول راحوا دفعوا ال 61 مليار، هم دول اللي نزلوا 40 مليون، هم دول مش النشطاء، هم مش دول اللي هم واقفين النهارده على شمال اي حاجه في مصر عشان يبقى رافض لا او كذا وكذا وكذا. واي واحد النهارده بيتكلم لازم يبقى النهارده ال 61 مليار اللي دولت وال 40 مليون بتوع لما المشير السيسي قال لهم انزلوا من سنه في 24 يوليو، هم الاثنين دولت، هم دول الشعب، هم دول القاعده الشعبيه، وهم دول الظهير بتاع الحكم والرئيس النهارده، وهم دول القوى الفاعله في الشارع. رايهم ايه في الموضوع ده؟ هل قانون التظاهر هو المطلب الاهم؟ انا كنت احسب يعني من 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 شباب الثوري ده، اللي الشباب اللي يقول لك الناشط السياسي، احسب يا اخي ان كنتوا تطلعوا تعملوا وقفات في كل حته ضد الارهاب وضد اللي بيقتله وضد اللي بيولعه وضد اللي بيعمله. انما انتوا عايزين تعملوا اي حاجه عشان بتخدموا على اللي عايزين يعملوا الاخوان المسلمين والتنظيم الدولي للاخوان الارهابيين لما الرئيس يطلع في نيويورك في الامم المتحده. انتوا عايزين تعملوا ده؟ هل ده الوقت ده؟ اولا لا قيمه لحضراتكم مع احترامي الكامل لاشخاصكم، مع احترامي الكامل لرايك وكل حاجه، انا بقول لك نعتبر القانون كله غلط. بالمناسبه النشطاء اللي انتوا بتطلبوا انهم يتعفى عنهم عشان القانون التظاهر ده قانون غلط، النشطاء دول ما اتسجنوش بسبب قانون التظاهر. النشطاء دول قانون خدوا غرامه على انهم كسروا القانون او خلفوا القانون، هم خدوا غرامه على ده، غرامه ماليه. هم خدوا سجن ليه؟ لانهم حرقوا ودمروا وضربوا وروعوا وكسروا ممتلكات عامه وممتلكات خاصه واعتدوا على رجال شرطه وعلى كلام، وده كله صوت وصوره، وده كله ليه في حيثيات حكم المحكمه. ده قاضي ومحكمه، يعني مش النهارده حد عمل ده، لا مش لا، ده محكمه حكم قضائي. وبعدين الحكم القضائي اللي بيطلع القانون والمشرع حط فيه انك انت بتستأنف، ده حكم قضائي، يعني لا يملك للرئيس السيسي ولا اي رئيس يقدر يطلعهم. انما النهارده ايه فكره انك انت النشطاء دول ما طلعوش عشان قانون التظاهر، الا لو كان النشطاء بقى من حقهم ان يضربوا ويكسروا ويعملوا، ما هم حرقوا قبل كده المجمع العلمي وما حدش حاسبهم، ما هو كسروا هنا ما حدش حاسبهم. لا، اذا كنت انت ناشط سياسي بحق تبقى انت بتحترم القانون، واذا كنت انت شايف ان قانون التظاهر ده في حاجه غلط ولنفترض ان في حاجه غلط يبقى نصلح ده بالقانون، مش انا اروح اعمل مظاهره وبعدين اروح المحكمه اكسر وادمر واعمل ده. هم مسجونين عشان حاجه تانية خالص، واللي مش مصدق يقرا حيثيات الحكم، واللي مش مصدق ان الناس كلها ضد هذا الكلام وضد وان ده للموافقه لمصلحه مصر وكل شيء، مش وقته دلوقتي نتكلم في ده، يشوف التقرير اللي عملته ماهي نور سعيد. البعض يحاول ان يفتعل قضايا ويصورها على انها تمثل الحياه للناس. الان هناك من يتشدد في الحديث عن التظاهر كما لو كانت حياه الناس في مصر تتوقف عليه، والحقيقة التي لا تقبل التشكيك فيها هي أن هناك قضايا
تهم كل مصري وتمثل أولوية. وفي الوقت الذي تحاول فيه الدولة استعادة دولة القانون، يحاول البعض السير عكس الاتجاه وتعطيل مصالح الناس بالتظاهر العبثي. مش أهم حاجة طبعاً قانون التظاهر وخلاص، إن وقف الحل الدولة حصل. كان عايزين البلد تتحرك عشان نعرف نشوف لهم متعيشنا كده. التظاهر ده موقف حل البلد كلها. قانون التظاهر مش هو أهم حاجة دلوقتي تكسب في البلد. أهم حاجة دلوقتي الشغل، التصدير، الاستيراد، الأمان اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. الشرطة ترجع زي الأول، الجيش يرجع قوي زي الأول، دي أهم حاجة. في حاجات أهم كتير منه، تمام، سواء الشغل، سواء أمن، سواء حاجات كتيرة نهتم بيها شوية، تمام، خلي البلد تمشي شوية بس. بدل ما نشغل نفسنا بقانون التظاهر عشان دلوقتي ملوش قيمة، دلوقتي احنا دلوقتي قيمة اللي الحكومة تعمله تشوف المواطن عايز ايه، وبالذات الفلاح اللي هو بينتج وبيجيب. يعني عايزين ان الحكومة توزع على الفلاح أرض عشان يزرع غلة بدل ما نستورد. مش أهم حاجة الظرف في مصر، فيها حاجة أهم كتير، زي لقمة العيش، زي الأكل على لقمة العيش، زي عايزين الاستيراد بره، التصدير، عايزين نشتغل. التظاهر السلمي مفيش أحسن منه، أما التظاهر بإضرار يبقى لا فايدة فيه. قانون التظاهر مش أهم حاجة، في حاجات تانية أهم بكتير زي الشغل والمعيشة كل حاجة تانية أهم من قانون التظاهر، ولازم إن الناس تبقى منظمة. في حاجات أهم كتير، ومفروض إن في أحكام رادعه تبقى أشد من كده، وعلى طول في سرعة ومش ويوقفوا التظاهرات ديت، لأن خلاص البلد بقى عايزين نشتغل وعايزين نبص لقدام. وفي حاجات كتيرة جدا طبعا أهم من التظاهر ده. قانون التظاهر هو مش أهم حاجة بتحصل في البلد، في حاجات أهم بكتير. بالشكل اللي احنا شفناه الأول دي مش مظاهرات، ده فوضى، لأن ثلاث سنين في فوضى مش مظاهرات. المظاهرات بلاش منها خالص لأنه وقف حال. ده التقرير اللي صورته مهنور سعيد في كفر حكيم وفي المعتمدية وفي السبتية وفي المهندسين. وهذا احنا شفنا اهالينا من قطاعات فلاحين وعمال وشباب وبنات، وشفنا رايهم ايه. وبرضه عايز ارجع اقول، فانا فلنفترض نعتبر ان القانون اللي هو قانون حق التظاهر طلع ده كله غلط، نعتبر انه كله غلط. انا بتكلم على المواءمه. هل دلوقتي ده الوقت ده اللي احنا عمالين نتكلم لازم يرجع قانون؟ هو ده اللي ناقصنا؟ هو ده اللي ناقصنا حقيقه؟ ما زي حد البنت اللي اتكلمت دلوقتي، الشابه اللي اتكلمت دلوقتي، بتتكلم ان في شغل، في مشاكل شغل، في حاجات. هل النهارده واقفين دلوقتي، هل احنا دلوقتي هنقضيها تظاهرات، هنوقفها احتجاجات؟ احنا عايزين نشتغل، ما احنا عندنا مشاكل في كل حته، والمشاكل اللي موجوده في كل حته لا السيسي اللي مسؤول عنها ولا الحكومه اللي مسؤوله عنها ولا حاجه، تتراكمات قد كده من زمان قد كده، تمام. محدش عايز يبص ده. هل انت النهارده عشان واخد موقف، عشان انت كاره الجيش، عشان انت كاره نفسك، عشان انت عايز عشان تنفذ اجندة بتاعت بره؟ ما تقوليش ما فيش اجندات، ما حدش يقول لي ما فيش اجندات، لا فيه. ما حدش يقول لي ما حدش سافر صربيا، لا سافروا. ما حدش يقول لي ازاي تاخدوا كتاب بتاع كيف تنظم ثورة، لا عملوا. كل اللي سافروا دولت الشباب المصري، ملايين الشعب اللي طلعت في 25 يناير، ملايين الشعب اللي طلعت في 25 يناير طلعت عشان كانت اتخنقت، وكانت طالعة قالت الاول عيش وحريه، المهم قالت نسقط النظام واسقطوا النظام. ملايين الشعب رجعت لبيوتها، والشباب الجميل الرائع برضو، الاف الشباب الجميل اللي راح اللي شفناهم وهم بينظفوا ميدان التحرير وبيدهنوا ميدان التحرير، كله راح بقى، اسقطنا النظام. تبقى لنا من هم لديهم تعليمه اخرى، اسقاط دوله. هم دول اللي قاعدين لغايه دلوقتي، وهم دول اللي انتوا تسمعوهم لغايه دلوقتي، وهم دولت اللي بعض رجال الاعمال اللي كانوا بيدون فلوس عشان محمد محمود واحد ومحمد محمود اثنين ومسبير وغيره. ما هم دول ايه هدفهم؟ اسقاط الدوله. وهو لما زي ما بيطلعوا بتوع الاشتراكيين الثوريين يقول لك اسقاط الدوله، تبدا باسقاط الجيش واسقاط ده. انا افهم لو انت ناشط سياسي، يعني راجل وطني، شاب وطني، بتشتغل في السياسه لانك بتحابب وطنك، افهم انك انت النهارده لما اشوف النهارده ان كل يوم الجيش والشرطة بيقدموا شهداء، افهم ان كنت تطلع تعمل وقفة وتقول ده احنا هنعمل كذا عشان كذا، ولابد ان نغلظ الموضوع ضد الارهاب، ولابد نمنع اي اوجه من اوجه الفوضى عشان لغاية ما نخلص على الارهاب. كنت افهم ده كله، بدل ما نطلع نشكر جيش مصر
وشرطة مصر اللي هم كل يوم بيقدموا شهداء ليهم، بيقدموا شهداء عشان نعيش إحنا، بيستشهدوا عشان إحنا نعيش. بدل ما نعمل ده لا، عايزين قانون التظاهر وعايزين. أنا عايز أقول خالص العزاء لشهدائنا النهاردة ولكل شهدائنا في كل وقت، وكل الاحترام وكل التقدير لكل جندي وكل ضابط هنا وهناك وفي أي حتة واقف بيواجه الإرهاب. تسلم بلادي، تسلم جيش بلادي، يسلم كل جندي وضابط في جيش مصر وفي شرطة مصر اللي بكل يوم بيقدموا شهداء عشان نعيش وعشان نقدر نمارس شغلنا وعشان نقدر يبقى لنا بكرة. هو سايب ولاده، يعني اللي بالسيشة ده سايب ولاده وسايب يعني سايب جيش ورا مش همه ومش فارقة معاه، وبدل ما نقف احنا عشان نساندهم رايحين بنتكلم الغاء قانون التظاهر. هو اولا اسمه قانون يعني تنظيم التظاهر، يعني هي دي القضية اللي عندنا. وحتى لو قانون غلط هي دي القضية الأهم. ده احنا عندنا 100 مليون مشكلة، عندنا 100 مليون مشكلة. بدل ما نقف نساعد الناس عشان نساعد الدولة بقى ونساعد كل واحد يقف يعمل، لا مصممين ان احنا نعمل. على فكرة انت بتتعمل ده جزء طبعا الشغل ده كله ده في المخطط اللي عشان خاطر معروف ان الرئيس مسافر ورايحين الأمم المتحدة والتنظيم الدولي بيعمل مظاهرات، بس بحر ربنا هيبطهم برضو. النهاردة الجالية المصرية في نيويورك حصلت على تصريح من شرطة الولاية لتنظيم مظاهرة مؤيدة لثورة 30 يونيو أمام مبنى الأمم المتحدة يوم الخميس
بعد المقبل أثناء إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلمة أمام الجمعية العامة في الدورة بتاعتها. المصريين المقيمين في نيويورك بيتجمعوا وجابوا الناس وجابوا شخصيات أمريكية، مش هنسيب بقى الدنيا كلهم. اللي هنا بقى اللي واخدين تعليمات من السفارة من هنا، واللي واخد تعليمات من هنا، واللي قال إيه رايح بنعتصم عشان لغاية إلقاء قانون التظاهر. زي ما يكون مصر فيها مذابح، زي ما يكون مصر فيها مجازر. طب انتوا ما حدش شاف مصر في السنة دي حصل فيها ايه؟ ما حدش شاف الحاجات اللي اتعملت قد ايه؟ ما حدش شاف الشعب المصري واقف مع مين؟ الشعب المصري، الشعب المصري اللي دفع 61 مليار، 61 مليار على فكرة، 60 مليار منهم افراد دافعينهم. الشعب المصري ده اللي دفع 61 مليار ده، ما حدش فاهم الدفع ده اشارة لايه؟ انه مع مين؟ مع الرئيس اللي انتوا عايزين تقفوا ضده، واللي انتوا عايزين تتساندوا الارهاب ضده. يعني حاجه غريبه. على اي حال، ام نيره بتقول لي برنامج حضرتك قيم يا ستي، بشكرك بس اتمنى من حضرتك تقول لي رايك اللي بيحصل ده. زهقنا من كتر الناس المخربه اللي بتكره البلد، وكمان الحوادث اللي تحصل في الطرق، الله يصبر اهاليهم. والله يا ست يا منيرة، أنا عايز أقولك على فكرة إن الحوادث اللي في الطرق ده إهمال مننا كلنا، دي شغلانتنا، والطرق فيها مشاكل، ده موضوع. بقى اللي بيحصل والناس ده، واللي ده عايز يخرب وده عمال يعمل ده، كل ده حنتين إن شاء الله. لازم تطمني حضرتك بعد ال 61 مليار دي، تطمني إن في شعب واقف في ظهر رئيسه، وفي شعب خايف على بلده، وفي شعب بيحط 60 مليار علشان القناة دي تتعمل، عشان ده فتحة خير إن شاء الله. اطمني يا ستي، أجندة أمريكا مش هتمشي. الحدوتة اللي كانت معمولة، ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ده احنا عايشين في الوقت بتاع الآيات، آيات من عند ربنا كلها، من ساعة 25 يناير لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي، والله العظيم آيات. يعني الذي يعني المصريين لما يحسوا يعني ده هو ده في الحد ذاته. المصريين زي ما طلعوا في 30 يونيو وطلعوا في 26 يوليو و24 40 مليون لما يطلعوا في الشارع، ده آية. انتوا بتسموا ده ايه؟ لما المصريين في 7 ايام يدفعوا 61 مليار جنيه، دي آية. وده يبشرنا بالخير، وده يطمننا على بكرة، لأن الأصوات الصغيرة المدفوعة المزقوقة ده كله ده هينتهي، مش هيستمر، والله ما هيستمر، لأن في عدل في الآخر، في ربنا سبحانه وتعالى في عدل، ما ينفعش يتساوى ده مع ده، ما تنفعش. وبعدين ما ينفعش إن 10 20 30 ألف 2000 يقفوا قدام إرادة ملايين الشعب، مش هينفع ده. ما تقلقيش يا ست منيرة. الدكتورة توحى العناني بتقول لي أستاذ إبراهيم، هو يعني إيه نشط سياسي ونشط حقوقي، ويعني إيه الصحف بدل من يكون عناوينها الرئيسية ملحمة الشعب في جمع 60 مليار جنيه، 61 مليار يا دكتورة، لتمويل القناة تكون عناوينها الإفراج عن شخص متهم ناشط، يعني وده طبعا النهاردة في الجرايد، هو في إيه؟ وعلى فكرة لو قانون التظاهر تم تعديله هيقولوا لا عايزين نلغاه. انا عايز اقول المواضيع الصغيره اللي بتتعمل دي بتفكيرهم هم، خلاص لازم يا دكتوره حضرتك لو انت تلاحظي قيمه اللي حصل امبارح، ال 61 مليار، لو انت نرجع لورا شويه من ساعه الرئيس ما طلب ان احنا نعمل شهادات استثمار، وقال ان الشعب هو اللي هيعمل القناه، هو قال كده وما قالش اكتر من كده على فكره، قال كده وما قالش اكتر من كده، وبعد كده لا في اعلام وقف معاه ولا في حد اتكلم، ولا في بقى مثلا الخبراء الاقتصاد اللي احنا بنقول ما حدش اتكلم، لانه كان كل رهانهم الخبراء ان ده هيقع، فهم وكانوا يتمنوا انه يقع، لان هم دول اصل دول ما حدش عايز، في ناس مش عايزه البلد تقوم والله، لا خبراء الاقتصاد اتكلموا ولا النخبه السياسيه اتكلمت اللي هي بقها مقفول مخرسين، ما شفناش حزب من الاحزاب طلع اداني اللي بيحصل كل ده، ما شفناش حزب الاحزابي كان يطلع يتكلم ويقول يا جماعه اللي بتتكلموا على قانون التظاهر ده مش وقته دلوقتي، وقته دلوقتي ان احنا نقف كلنا ايد واحده عشان مصر، ما حدش عمل ده. انما في الاول وفي الاخر
ولا ده كله اللي قيمة، لأن ملايين الشعب، يكفي أن ملايين الشعب عارفين، وهم اللي حامين بلدهم، وهم اللي حامين ثورتهم، وهم اللي قالوا الأمريكا لا، وهم اللي بوظوا مشروع أمريكا كله لما أسقطوا الإخوان يوم 30 يونيو، وهم اللي دفعوا 61 مليار، وهم اللي هيعملوا حاجات كتير جدا، محدش يقلق. وملايين الشعب دول هم اللي مقدمين ولادهم في الجيش وفي الشرطة، وهم ولادهم دول اللي بيستشهدوا عشان مصر تعيش وعشان الوطن ده يعيش وهيبقى إن شاء الله. الأستاذ محمد خلف بيقول لي عايزين البرنامج يناقش ليه البنوك بتحرم عن تمويل المشروعات الجديدة من حصة الصندوق الاجتماعي المحولة عليها. حاضر يا أستاذ محمد، هنشوف هذا الموضوع. الأستاذ سامي فرغالي بيقول لي صدقت يا أستاذ إبراهيم، لابد من تفعيل الحس الوطني بأغاني وطنية بحق وحقيق. يا ابني أنت ليه من لا حول ولا قوة إلا بالله. هو بيتكلم على إن إحنا الأغاني الوطنية، الأستاذ سامي فرغالي، بحق وحقيق. عايز اقول للاستاذ سامي، مش الاغاني الوطنيه بس، الاغنيه مهمه جدا، والاغنيه الوطنيه مهمه جدا، واي اغنيه النهارده هادفها مهمه جدا، واي فن هادف ومحترم وبيخدم هذا البلد هيبقى مهم جدا في الفتره دي كلها، مش الاغنيه بس، والفيلم والمسلسل والكلمه وكل حاجه ان شاء الله في اللي جاي ده، وحنزيع الاغاني الوطنيه دي ان شاء الله. حاضر. الأستاذ مصطفى عرفة بيقول لي حضرتك كتبت مقال من 4 سنوات في الأهرام بخصوص مكتبة دمنهور القديمة والتي تحتوي على مجموعة من الكتب نادرة الوجود، ولكن قام محافظ البحيرة بوضعها في الصناديق داخل غرفتين وتم تخزينها وتركوها للأتربة والعتة تأكلها. هو ده وضع محافظة البحيرة. طبعا قبل كده كانت المكتبة دي كان في خطة للسرقة عليها، وكنت عملت كتبت في هذا الموضوع ووقفنا الموضوع ده، إنما أنا مش عارف على فكرة. ما أنا فوجئت ساعتها ان دمنهور فيها مكتبه بهذه القيمه، ومكتبه يعني زي ما يكون بيصعب علينا ان احنا يبقى في مناره لاي حاجه تنور في محافظات مصر، بيصعب علينا. زي ما نفس الحكايه في المنصوره، يعني في الحته اللي فيها ضرب المتحف بتاع ابن لقمان اللي موجوده في المنصوره هناك، وحته زحمه جدا وشارع زحمه جدا، عايز المحافظ عايز يعمل نقطه مرور في حته مساحتها 100 متر كده. يا عم سيبها جنينه يا ست المحافظ، يا سيادة المحافظ ارحمنا، يا سيادة المحافظ انا هقول لك على حاجه المفروض ما تتقالش. احنا دلوقتي كل ما احنا مديرية امن الاهليه لما تبقى في وسط المساكن بيبقى صعب جدا تامينها. احنا عشان كده كل الاماكن وهي موجوده من زمان، انما احنا لابد ان احنا كل الاماكن، عشان كده مديرية امن القاهره تتنقل، لازم تروح مدينه نصر، تروح في حته، ما ينفعش تبقى في وسط الشارع في الزحمه ديت، هيجي اي عيل ملوش لازمه بحته بتاع يولع الدنيا مهما عملت انت، لان في وسط مساكن وفي وسط اتوبيسات وفي وسط الناس وفي وسط الكلام. ما تعملش نقطه مرور في وسط الناس يا سياده المحافظ، وعايز تعمل نقطه مرور اعملها في اي حته تانية، ربنا يكرمك. ولانك انت عندك متحف بتاع ابن الامان، واحنا مستقطرين ان احنا نحافظ على الحاجات بتاعتنا، مستقطرين ان احنا نساعد في اي حاجه. وموضوع البحيره ربنا لغايه ما نشوف، هنشوف يمكن سيد المحافظ ربنا يعني ليه نظريه، يمكن خايف على الكتب مننا. ما هو كان قبل كده محافظ في القاهره من ما اعرفش اسبق والسلام، هو اول من اخترع سنه انك لما نعمل بنينه المحافظه تعمل بنينه تروح عامله عليها سور حديد عالي. فانا كتبت وقلت له يعني انت سيادتك خايف على الجنينه مننا ولا خايف علينا من الجنينه؟ ما هي حاجه من الاثنين، السور العالي ده وقافلها بقفل، طب انت عاملها ليه طيب؟ انت خايف لاحسن احنا ناخد على حكايه الجناين دي ونطلب من ده في كل حته ونطلب خضره بقى وحقنا ان يبقى في خضره في الشوارع والكلام ده؟ ولا خايف ان احنا ننزل نبوظ الجنينه باعتبارنا ما يعني حاجه غريبه. اذا كان المفهوم ان الناس هتبوظ، انا هقول له يا سياده المحافظ لو انت مشيت على كورنيش في مصر القديمه من عند كوبري الملك الصالح لغايه ما نوصل لاول كوبري بتاع الكورنيش المعادي ده، في على اليمين في مساحه عريضه بتاع فيها 4 امتار او 5 امتار مزروعه الناس بتقعد فيها والكلام ده كده ومفتوحه ومحافظين عليها. الحاجه لما تبقى موجوده لما هتقفلها يعني حتى منظر ما يصحش انك تعمل جنينه وفيها شوب بتاع ده وتقفلها كده بالحديد سوار. هو احنا يعني مش بني ادمين احنا؟ ده مفهوم برضه. النهارده المكتبه يعني بدل ما تبقى المكتبه مفتوحه والناس تشوفها والكلام ده والكتب الاثريه تحطها في كتب يا سياده المحافظ، انا مش عارف لازمته. اقول لك انا اصلا خايف على الكتب. طب يا عم خاف عليها بقى، انا ما اعرفش اعملها ليه كده الحقيقه. يا نعم.
في الأستاذ محمد جمال بعت لي على موضوع بتاع الثانوية العامة و88 والتنسيق والكلام ده، القضية دي يا أستاذ محمد عشان الموضوع كبير أنا هنبحث ده وهنعرض هذا الأمر على وزارة التعليم العالي وبكرة إن شاء الله هجيب لك رد. وكان في عندي رسالة امبارح من الدكتور امبارح من الدكتور عبد الفتاح محمد اللي هو ولي أمر طالب على المدارس التجريبية. النهارده احنا اتصلنا بوزاره التربيه والتعليم، كان المتحدث الرسمي هيخش معانا النهارده بس هو مشغول، بس بكره هرد على سيادتك في دي وبقول للاستاذ محمد جمال بكره هرد على سيادتك من التعليم العالي. ما هو طبعا في مشكله كبيره جدا، هو طبعا مشكله مش مشكله حتى فرديه بتاعت محمد جمال، دي مشكله كبيره، انما المشكله ان المسؤولين ما حدش بيرد، لا وزير التعليم العالي هيرد ولا وزير التعليم ولا الساده اللي هناك. فكره التحويل ما بين الكليات وانك انت من في تحويل الكتروني وتحويل بورق في جامعه عين شمس تقدر تحول من كليه لكليه طالما مجموعك هناك في ديت مع قرابينها، وبعدين هو النهارده ما يقدرش يروح وفقا للمجموعه بتاعه في مدينه تانية يتغرب لان معناها يبقى في سكن يعني مع غربه، واذا كان صحته مش قد كده يعني دي مشكله بتاع محمد جمال ودي مش مشكله فرديه، ده مشكله طلبه وطلبات كثيره جدا يا اخوانا. ما هو ده بترجعوا تسالوا الناس بتتخنق ليه، بترجعوا تسالوا لما يبقى الشباب هو سائر ليه، ما هو لازم احترام اي حد، ما هي دي مشكله بحق وحقيقه. طب انت شغلتك يا سياده الوزير ان اي مشاكل من ديت يبقى عندك حته تحل ده وترد على الناس ولما يخاطبوك وتردوا عليهم. الاستاذ هاني تدرس بيقول لي استاذ ابراهيم حل مشكله مترو مصر الجديده بسيطه جدا وهو ربطه بخط مترو الانفاق خاصه انهما يلتقيان في المسافه من دمرداش حتى ميدان رمسيس. والله انا مش عارف انما نقدر نعرض ده يا استاذ هاني على 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 الساده المسؤولين في محافظه القاهره، بس هو السيد المحافظ الحقيقه مشغول شويه في الموضوع بتاع الترجمان اللي هم هناك. وانا بقول لسياده المحافظ القاهره برضه بترجاك يا سياده المحافظ ادوا للباقيين المتجاهلين اعملوا لهم السوق في الدور الاولاني من راس رمسيس، في الدور الاولاني في رجل هناك كتيره والناس اللي رايحه محطه رمسيس وناس محطه رمسيس، ودول بنتكلم على عشرات الالاف كل يوم نازلين من الاقاليم ومنزلوا القاهره هيقدروا يفوتوا والناس تسرزق منهم وتبقى الدنيا وتتحل المشكله. ربنا يهدي. الأستاذ الضوي ناد بيقول ما فعله المصريين في أقل من أسبوعين من أجل مشروع قناة السويس الجديد ده هما 7 أيام يا أستاذ ضوي يثبت أن لنا الحقيقة التاريخية ألا وهي أن عندما تكون القيادة للشعب رشيدة مخلصة يصنع الشعب ما يمكن أن يعتبر معجزات. فبعد المؤامرة الصهيونية الأمريكية على مصر في 5 يونيو 1967 بعدها بأسابيع قليلة بدأ الجيش حرب الاستنزاف ووقف الشعب بكل طوائفه خلف قيادة مخلصة رشيدة وطنية وتم إعادة بناء جيش مصر الحديث وأضيف له قوات الدفاع الجوي. وفي أقل من 8 سنوات تم نصر أكتوبر عام 73 وفي نفس هذه المدة كان البناء الاقتصادي والعلم مستمر فبنيت المصانع والمدارس والجامعات والوحدات الصحية والمستشفيات. السد العالي اتبنى من قبل كده يا استاذ ضوي ان مصر لم تقم لها قائمه وها هو الشعب بقيادته الحاليه الوطنيه الرشيده المخلصه وعلى راسها المشير السيسي يبني باموال هذا الشعب العظيم مشروع القناه الجديد وهذه هي اولى الخطوات نحو النهضه الحديثه الشامله باذن الله. حفظ الله مصر من كل شر وسوء. طبيب عبد الوهاب الضوي. زي ما بقول عشان كده انا بقول ان 15 اغسطس 2014 زي ما قلنا 30 يونيو 2014 زي ما قلنا 24 يوليو 2014 زي ما قلنا 26 يوليو 2013 دي كلها تواريخ هتبقى لها دلالات. بس على فكرة أكبر دلالة مهمة جدا 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 الغريب إن ما حدش وقف يعني أنت لما تشوفوا امبارح الجرايد زي حتى الدكتورة توحى لما بتتكلم على إن الجرايد طالعة بدل ما تتكلم على اصل في تحليل مضمون يعني ازاي ان النهارده يجي الرئيس في كلمتين اتنين قال ان احنا انا القناه ديت مش هيبنيها المصريين انا مش عايز اي حاجه غير المصريين واستثمار مصري وهنعمل شهادات وكلمتين اللي قالهم ده في 7 ايام تتفتح يلم 61 مليار اليس هذا الامر يتعمل له ده يتعمل عنه كتب لان دي بتبين لك قد ايه عبقريه شعب وقد ايه الشعب ده لما بيصدق الرئيس اللي موجود وقد ايه الشعب ده لما يكون مصدق هيعمل اي هيكسر المستحيل.
ما هو الشعب ده اللي مش مصدق القيادات بتاعه الاحزاب دي، ما هو الشعب ده اللي مش مصدق النشطاء السياسيين، ما هو ده الشعب اللي مش مصدق الجنرالات القهاوي اللي بيتكلموا في اي كلام في اي حاله. ما هو الشعب ده لا بيصدق ومش مصدق، هم مش حدش واخد باله. ما هو الشعب ده لما صدق ولقي واحد وطني وتوسم فيه من سنه وشويه، ولما جه 30 يونيو واتكلموا، لما جه قال له انزلوا، لما صدقوا وقال لهم انزلوا عشان تدوا تفويض للشعب للجيش والشرطه عشان الارهاب، صدقوه. ونيجي بعديها قرب السنه، سنه الا كذا يوم، تكتشف ان الشعب مصدقه لسه. لما يقعد السنه دي كده، طب ده ما القوى السياسيه اللي واقفه ضده واقفه عماله تقول اي كلام، والناس اللي عماله تكسر، والناس اللي ضد، والناس اللي كارهه الجيش، ما قدروش يفهموا الرساله؟ ما قدروش يفهموا دلوقتي الرساله ايه؟ مش عايزين يفهموا؟ هم حرين. بس ده دي الحكايه، هو ده تحليل المضمون بتاع ال 61 مليار. هي الحكايه مش هو لا، ما هو عبقريه الشعب المصري ده كده يقعد ساكت كده وينام بسنين وتفتكر انه مش هنا. لا، هو هنا وموجود، وهو ده اللي عمله زي ما الدكتور الضوي بيتكلم. ده لا، ما هو نفس الحكايه، بس الشعب في 73 من 8 من 67 الثلاث اشهر اللي كانوا باقيين، و68 بقى و69 و70 و71 و72 73، ازاي الشعب في الفتره دي بقى كلها قال لك انا مش عايز اي حاجه، تنازل عن كل شيء، وكان بيساهم بمرتب كل حاجه. علشان ايه؟ لانه عنده احساس بقضيه، وعنده ارض محتله، وعايز يحرر بلده، وعنده ثقه في جيشه، وقف فحصل وقدم ولاده. ما هو الجيش ده منين؟ ما هو ولاد الشعب ده، قدم ولاده. انت بتتكلم على من 300 الف في 67 الجيش لمليون و200 الف في 73، دول منين؟ مش دول ولاد الشعب؟ ما هو الشعب اللي عمل ده، ما هو الشعب ده اللي عنده، ما هو ده عنده يعني جينات متراكمه متراكمه متراكمه. هو ده الشعب، هو ده عبقريه هذا الشعب. الشعب مصدق رئيسه، والشعب واقف ورا رئيسه. عشان كده كل خيالات الظل دي، كل الخيالات اللي موجوده دي كلها، اهتهبط بقى وتعرف الحقيقه، واعرفوا ان الشعب بيصدق الصادق، فخليكم صادقين عشان الناس تصدقكم. بيعرفوا ان الشعب بيصدق الوطني، خليكم وطنيين عشان الشعب يصدقكم. هي دي الحكايه. نطلع فاصل بقى عشان الدكتور وهدان بقى، لحسن احنا كده اتاخر لسه ما جاش هو. انت عايز تطلع فاصل تاني؟ وادي الدكتور متاخر. طب اطلعي يلا. اتمنى تبقى بلدنا محنية، ومصر مش هتروح لو راح آخر نفس فيا. حافظ عليها، أصل البلد عليها بدل العين كتير، وانت اللي قادر، انت اللي عالم، انت الكبير، يا رب انت الكبير، حافظ عليه. النهارده وزير التعليم الدكتور محمود ابو نصر بيناشد اولياء الامور بالبلاغه عن المدارس الخاصه المخالفه لشرائح المصروفات. وزير التربيه والتعليم بيقول بلغوا اي مدرسه بتخالف في القرارات اللي هو مطلعها، او بتجبر ولادهم انهم يحولوا المدارس تانية، يبلغوا فورا. الوزير عمل بيان قال ان شرائح المصروفات في المادة الثالثة بتاعتهم منع المدارس الخاصة المدارس الدولية إضافة أي زيادات في المصروفات المدرسية السنوية تتجاوز نسبة 7% للطلاب غير المستجدين، بالإضافة إلى إلزام المدارس بالإعلان عن المصروفات المدرسية بلوح من إعلانات المدرسة وثلاث أماكن أخرى ظاهرة، وإيضاح طرق السداد قبل بدء العام الدراسي بوقت كافي. يا جماعة، ما ضاع حق وراءه مطالب، اللي فيه مشكلة يشتكي الوزارة. وعلى فكرة وزارة التربية والتعليم، إزاي وزارة التعليم العالي
وزير التعليم العالي بقالنا لشهر عايزين نعمل معاه، نقول له شو يعني، عايزين نقابله ونعمل معاه نستضيفه والكلام ده كله. ففي المكتب بيقولوا يعني دور بالدور، ما اصله نجم هو مطلوب قوي. وبعدين النهارده ما تفهمش، وزير التعليم بيقول وبيحل، وزير التعليم العالي الحكايه معكوكه، ولا بيحل ولا بيحصل اي حاجه، عشان نبقى فاهمين بس. فده موضوع اللي قاله النهارده وزير التعليم فيما يخص المصروفات الخاصه، والراجل تصدى للظاهره السخيفه ديت وعمل قانون، فالناس ساعدوا، اولياء الامور ساعدوه، مشكله نبلغ، وهو بيحقق في هذا الكلام وعلى الهوى. احنا شفنا كان في مشكله تاني يوم وطلع معانا المتحدث الرسمي في هذا الموضوع. في باب في الاطار بتاع المدارس والكلام ده كله، الاستاذ محمود الصنباطي بعت لي رساله بيقول لي: انا محمود الصنباطي اعلامي مبتدئ، عملت حوار النهارده عن الدروس الخصوصيه والناس كلها بتعاني منها جدا، لانها بترهق ميزانيه الاسره، والمدرس بيلجأ الى الدروس الخصوصيه عشان مرتبه قليل، ليه ما بيزيدش راتبه ويعامل ضميره في الفصل وبالتالي لا يلجأ الى دروس خصوصيه؟ ولما الحكومه اللي تاخذ موقف من الاعلانات اللي بيعملها مدرس على الحائط في الشارع عشان يعطي دروس خصوصيه، اتمنى ان تهتم بالموضوع. شكرا. عايز اقول لك استاذ محمود، يعني بما انك انت يا راجل لسه مبتدئ في الاعلام، بس لما نيجي نتعرض لقضيه نبص لها بصه اشمل واكبر. النهارده احنا كنا امبارح بنناقش، احنا عندنا دلوقتي تقريبا 50,000 مدرسه، عندنا عدد المدرسين اللي موجود، شوف بقى 50,000 مدرسة، احنا بنتكلم في عدد هائل جدا. انت عشان تحاول تقرب من الميزانية، ترفع الميزانية دي تتكلف في حوالي 17 مليار، يعني بتتكلم على مليارات كبيرة جدا. المؤكد ان مرتب المعلم قليل، المؤكد ان المعلم اللي هو المدرس خدت بالك تعرض لانتهاك شديد جدا، وده كان جزء في تدمير التعليم في مصر، انك تضرب المعلم وتطلعه ورا الهفاه. السينما خلصت الحقيقه من زمان، خلصت في الموضوع ده. ده عدم وجود المرتبات، فلجأ هو للدروس الخصوصيه. واوعى حد يقول لي ما هو لابد ان يكون عنده رساله. يا عم ده انت بتتكلم، ده انت في اختنا اللي كانت بعتها لي رساله امبارح او اول امبارح بتاخد 80 جنيه، 80 جنيه حاجه لسه وانها بتشتغل في تدريس في مكان ما، اللي هي في الزقازيق وتروح ابو حماد او حاجه زي كده. فاحنا بنتكلم على مرتبات قليله جدا 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 جدا. لما تسالني يا استاذ محمود بتعمل ايه وبعدين، وانا مش مع الدروس الخصوصيه، بس انا كمان مع المدرس ياخد حقه، فهو لجأ للدروس الخصوصيه. ومع ذلك في ناس بتاخد دروس خصوصيه، في ناس بتعمل من الدروس الخصوصيه 500,000 في الشهر. ربنا يزيد كل حد. احنا المواطن المصري بندفع في دروس خصوصيه حوالي 7 مليار في السنه. طب ايه الحل دلوقتي؟ لا الحكومه تقدر ترفع مرتبات المدرسين، وانا هنا هقدر اقضي على الظاهره دي، ولا نقدر اتهم يعني المدرسين، ده في مدرسين يصعبوا على الكافر. ده عامله زي شريك المخ، تطلع الفصل.